بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 48. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه هي الحلقة 6 في هذه الآيات، في قوله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله إلى آخر الآيات. وما زلنا مع الاستنباط من هذه الآيات، فنقول يؤخذ منها أن الجزاء من جنس العمل، فكما أهان الكافر بعض الرسل بالكفر به وجحد رسالته أهانه الله سبحانه وتعالى بالعذاب. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فكما أنه أهان من كفر به من الرسل استهان في حقه، فإن الله جل وعلا يهينه بالعذاب. وأن من أكرم الرسل وآمن بهم واحترمهم ووقرهم ولم يجحد رسالة أحد منهم، فإن الله يوفيه أجزل الأجر والثواب. فإن الله جل وعلا قال في الذين كفروا بالرسل وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وقال في الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. والله جل وعلا يجزي على الأعمال، يجزي العباد على أعمالهم، لا يعذب أحدا بدون ذنب، لا يعذب أحدا بدون ذنب، ولا يدخل الجنة أحدا بدون عمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهنا يقول أولئك سوف يؤتيهم أجورهم بسبب إيمانهم بالله وبرسله وملائكته وكتبه وأركان الإيمان. فهذا أمر يجب التفطن له، وهذه الأركان 6 هي أصول العقيدة، هي أصول عقيدة التوحيد، وهي أصول الإيمان وأركان الإيمان، فلا يجوز التهاون بها أو التوقف والتردد في شيء منها. فيؤخذ من هذه الآيات أن الجزاء مرتب على الإيمان بجميع الرسل لا ببعضهم فقط، فلا يقبل التجزئة. ويؤخذ من هذه الآيات وصف الله بأنه غفور رحيم، فصفته المغفرة والرحمة، واسمه الغفور الرحيم، فمن أسمائه جل وعلا الغفور الرحيم، صيغة مبالغة، الغفور صيغة مبالغة من الغفر، والرحيم صيغة مبالغة من الرحمة. فالغفور معناه كثير المغفرة، إن ربك واسع المغفرة، والرحيم معناه واسع الرحمة، كما قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء. ويؤخذ من هذه الآيات أن الإيمان بالله يستلزم الإيمان بأسمائه وصفاته، لأن الله جل وعلا في هذه الآيات وصف نفسه بأنه سميع عليم،
وأنه غفور رحيم، فهو سبحانه وتعالى موصوف له الأسماء الحسنى وموصوف بالصفات الكاملة من هذه الأسماء المذكورة هنا ومن غيرها، فيجب إثبات ذلك لله، يجب الإيمان بأسماء الله وصفاته، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. كذلك الصفات يجب إثباتها كما أثبتها الله لنفسه، فنثبت له العلم ونثبت له الحياة والعلم والسمع والبصر وغير ذلك مما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكون هذا الإثبات على طريق الاعتدال مع التنزيه، مع تنزيه الله عن النقائص والعيوب، لأن هناك فريقين من الطوائف الضالة كل منهما غلت، فطائفة غلت في التنزيه حتى عطلوا الله من أسمائه وصفاته لأنها بزعمهم تدل على مشابهة المخلوقين، فنفوها عنه وأولوها بغير معناها وحرفوها عن مدلولها بحجة أنهم ينزهون الله عن النقص وأن هذه الأسماء والصفات فيها نقص لأنها تشبه أسماء وصفات المخلوقين، وهؤلاء هم المعطلة. القسم الثاني غلوا في الإثبات فشبهوا الله جل وعلا بخلقه ولم ينزهوه عن النقائص، وشبهوا هذه الأسماء وهذه الصفات بأسماء وصفات المخلوقين، وهؤلاء يقال لهم الممثلة والمشبهة. وأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، فيثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، خلافا للمعطلة، ومن غير تشبيه ولا تمثيل خلافا للمشبهة، فهم يثبتونها مع التنزيه لله عز وجل، لكن هذا التنزيه لا يؤول إلى التعطيل ونفي الأسماء والصفات، والإثبات لا يؤول إلى التشبيه والتمثيل، فهم وسط ولله الحمد. والله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. والإلحاد في أسماء الله هو ما ذكرنا، إما بنفيها وتعطيلها وإما بالتشبيه والتمثيل، هذا هو الإلحاد، وعليهم وعيد شديد، ولهذا قال: سيجزون ما كانوا يعملون. ويؤخذ من هذه الآيات أن الله يغفر للمؤمن ما دون الشرك، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. هذا وعد للمؤمنين بأن الله يغفر لهم ما قد يصدر منهم من الذنوب التي هي دون الشرك، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن عذبهم عليها فإنه لا يخلدهم في النار كتخليد الكفار، وإنما يعذبون بها إلى وقت ويخرجون من النار إلى الجنة، وقد يعفو الله عنهم ولا يدخلونها، أو يأذن لمن يشفع فيهم تنفعهم شفاعة الشافعين بإذن الله. فالحاصل أن فيها ترغيب بالإيمان بالله وبجميع رسله وإيمان باليوم الآخر والاستعداد له بالعمل الصالح، فإذا صدر من المؤمن شيء من الذنوب
أو من السيئات وهي دون الشرك، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.